أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بيروت اليوم. ضيفي الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ محسن صالح، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. ما هو توقيت الضربة العسكرية على سوريا؟ وهل تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية غطاء وتحالفا دوليين لتنفيذها؟ كيف سيرد المحور السوري الإيراني على الضربة العسكرية لسوريا؟ وما هي التداعيات المرتقبة سياسيا وأمنيا على الداخل اللبناني؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ محسن صالح، الباحث في الشؤون الإقليمية. اسمح لي بلش أستاذ محسن بالسيناريو المرسوم، إذا جاز التعبير، السيناريو المتوقع على صعيد الصراع السوري. الجميع يعني يترقب ضربة أمريكية بين ساعة وأخرى، بين يوم وآخر. شو صاير يعني؟ وين رايح الأمور برأيك؟ يعني أولا بالنسبة للموضوع السوري، الصراع السوري السوري، أنا باعتقادي هو مش صراع سوري سوري، هو صراع سوري أجنبي. في هجمة على سوريا مخطط لها، كما أشار وزير خارجية فرنسا في عهد ميترون، قال من 2009 هناك إعداد عسكري حتى لجعل حرب داخلية، وأيضا طبعا بعث الحرب الداخلية التي تحصل في العراق بناء على مخطط الفوضى البناءة أو الهدامة حقيقة، المخطط لها منذ عام 1996 بوثيقة كتبها بعض المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية الذين وصلوا مع بوش الابن، وبالتالي هذه بدأ تنفيذها تدريجيا. بدأت بأفغانستان طبعا ب 11 أيلول، كانت حجة للوصول إلى ما وصلت إليه القوات الأمريكية، أفغانستان، العراق، بعد ذلك سوريا. طبعا إذا قارنا ما بين صدام وما بين الأسد، نجد أن صدام خدم الولايات المتحدة الأمريكية في حربه على إيران بمساعدة أمريكية، وصدام خدم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدم تشجيعه لأي حرب مع الكيان الصهيوني الغاصب، بالعكس وجه كل هذا الحلف مع الخليج إلى إيران. بينما سوريا كانت، يعني كانت انطلاق، بس جملة واحدة بالنسبة لسوريا. سوريا في عهد حافظ الأسد وفي عهد بشار الأسد كانت عصية على السياسات الأمريكية فيما يتعلق تحديدا بمسألة الذهاب إلى صلح مع الكيان الصهيوني، وبالتالي هذا العناد وخاصة بعد دعم المقاومة وانتصارها بعام 2000 كان في مشكلة ما بين العقل السياسي في الإدارة السورية والعقل الأمريكي الذي يريد، الذي استطاع بعد عام 1982 وإخراج منظمة التحرير من لبنان أن يوجد الأجواء المناسبة في المنطقة لكي يوئد أي فعل مقاوم حتى يأتي النظام الأسد ويساعد المقاومة ويبقى على مساعدتها حتى عام 2006، فهذا لن يقبلوه. لذلك باعتقادي الحرب الداخلية في سوريا هي من فعل وصناعة أمريكية بمساعدة بعض الدول التي تتبع السياسات الأمريكية، وهي طبعا قاعدة بالمعنى السياسي وبالمعنى العسكري للوجود الأمريكي في المنطقة، لذلك هم متابعون. ستأتي هذه يعني الحادثة في سوريا كذريعة، كشماعة من أجل ضرب النظام أو محاولة إعادة التوازن بالنظام. لا يريدون الإخلال بالتوازن ويريدون لهذه الحرب الداخلية. رح أرجع شوي إلى الفكرة السياسية اللي حضرتك انطلقت منها، أن النظام السوري إن كان في عهد بشار أو في عهد والده حافظ الأسد كان عصيا على السياسة الأمريكية، لكن ما حدا بينكر أنه قدم، إذا بدك ما بدي أقول هدية، يعني قدم خدمة للمصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية بعدم فتح جبهة الجولان. حتى اليوم الرئيس بشار الأسد يهدد فقط بفتح جبهة الجولان، علما أنه يدعم المقاومة من دمشق. بس يعني أنا هذا السؤال وهذا الإشكالية اللي كثار بيحكوا فيها حول مسألة أنه حافظ الأسد وبشار الأسد خلال 40 سنة لم يطلقوا طلقة واحدة من الجولان. طيب عظيم. امبارح أنا كنت عم بسمع أحمد الجربة، نعم، رئيس الائتلاف السوري، بيسألوا الصحافي أنه شو
راح يكون موقف المعارضة إذا استلمت السلطة في سوريا من موضوع الجولان، وبالتالي هل تريدون صلحا مع إسرائيل؟ هل تحررون جولان؟ تذهبون إلى حرب مع الكيان الصهيوني؟ قالوا لا، نحن في دول عربية، ما ترضى به الدول العربية نرضى به. طيب، نظام حافظ الأسد قال للعرب، وب73 شارك بحرب هو والسادات. قام السادات خذله وذهب إلى كامب ديفيد. بعد ذلك أتت مبادرة عربية من أجل الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب. هل يلجأ حافظ الأسد أو بشار الأسد إلى حرب مع إسرائيل بدون الدول العربية وحتى بدون الفلسطينيين؟ هو قام بعمل فريد ومنفرد، وهو أنه ساعد حركات المقاومة من أجل أن تقاوم في لبنان وفي فلسطين، هذا لأنه كجيش نظامي لا يستطيع أن يقاوم أو يقاتل إسرائيل لا في الجولان ولا في غيره. عظيم، يدعم حركات مقاومة سورية ضد إسرائيل من الجولان، يعني لا يعني الخاصرة الرخوة الجولان، يعني لماذا خلينا ما بدنا نحكي كثير تاريخيا، لكن لماذا يدعم حركات المقاومة في لبنان، في لبنان وفي إسرائيل وفي غزة كمان، ولا يدعمها في الجولان؟ لماذا؟ لأنه هناك لأنه يقدم خدمة لإسرائيل أو لا ماذا؟ لأنه هناك اختلاف في البيئة الديموغرافية وفي البيئة الجغرافية واستعداد أيضا. هل خرجت مجموعة سورية مثلا تريد أن تقاوم من أهل الجولان ولم يدعمها؟ أكيد لو خرجت كان سيدعمها، ولكن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالنظام، النظام استطاع فعلا أن ينفذ من خلال هذا الأمر، وبالتالي يوصل. وهلأ الحرب كلها على سوريا طيب من أجل دعمه للمقاومة. يعني لو لم يدعم المقاومة، خليني نقشك بس بهذه الفكرة. أنا بتذكر كنا عم نتابع بال2006 عندما بلشت الحرب الإسرائيلية على لبنان، وكان في كلام إسرائيلي لدى الأمريكيين بيقولوا نحن نريد نظاما قويا من الداخل وضعيفا من الخارج، لا نريد إسقاط النظام. هذا كلام إسرائيلي في البيت الأبيض، واليوم الإسرائيليون يقولون نحن لا نريد إسقاط النظام. بارح شفنا بالريبورتاج عندما ذهب كمان نتنياهو إلى روسيا وتحدث مع بوتين، يعني نحن لا نعمل على إسقاط النظام شرط أن تصل الأس 300 إلى سوريا. دائما في كلام إسرائيلي على عدم إسقاط النظام. طيب ليش هذه الحرب على سوريا تعتقد؟ أول شيء، ما هي الشروط الأمريكية المعلنة منذ عام 2005 عندما أتى كولين باول إلى سوريا وقعد مع الرئيس بشار الأسد؟ ما هي الشروط؟ قطع العلاقة مع إيران، عدم إيصال الأسلحة إلى المقاومة، إلى المقاومة، وبالتالي إقفال المكاتب المقاومة الفلسطينية إن كان جهاد أو حماس، صحيح؟ طيب بشار الأسد قال لا لهذه الأمور الثلاث، وبالتالي حتى بقي يدعم المقاومة التي تقاوم الجيش الأمريكي في العراق. هذه الروحية هو ما يريدون التخلص منه، لذلك شنوا هاي الحرب في الداخل. باختصار شديد، النظام السوري مطلوب رأسه أو مطلوب إضعاف سوريا كما إضعاف العراق، كي لا يكون هناك بيئة عربية حاضنة للمقاومة ومستعدة للاستمرار بالمقاومة، كي لا تحصل المقاومة على هذه القدرات التي حصلت عليها المقاومة في لبنان. وما يقال عن أن الجيوش العربية قادرة، هي تاريخيا لم تستطع. أنا بقول لك شغلي بأيام التاريخ، يعني الاحتلال كل هذه التغيرات يلي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط، استهداف واحد هو المقاومة، استهداف المقاومة، استهداف الروح المقاومة أكانت في فلسطين أو في لبنان. ولذلك مثلا طيب لحظة، روح المقاومة إن كانت في فلسطين، حماس اليوم وين الجبهة؟ أيوة بالضبط، المقاومة أنا بدي فلسطينية أنا وين بدي اليوم؟ واحدة من القضايا التي كان يساوم عليها من أجل ضربها إن كان مع الحكم السابق كما فعل مبارك بالأنفاق، أو كما فعل بالنسبة للمقاومة وقف عنها كل الدعم وكل المساعدة، وأيضا حتى مع مش بكل الذي المراحل مش بس، ولكن كي لا تنتصر. عظيم. اجت قطر بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، ساعدت بشكل أو بآخر من خلال قاعدة الجزيرة ومن خلال القواعد الأخرى، ساعدت على أن يكون هناك تغيير من أجل ضرب مسألتين، مسألة روحية المقاومة ومسألة الإسلام السياسي الذي كان يحمل الإخوان ويقوم به. ما استطاعوا هني أجهضوهن، ما استطاعوا أن يتابعوا، فلذلك أوقعوا الجهاد الإسلامي بفلسطين، يعني إن كان حماس كحركة مقاومة إسلامية أو جهاد الإسلامي كمقاومة كفرع من المقاومة أو
فرق المقاومة الأخرى في قطاع غزة أو في الضفة الغربية حاولوا أن يقتلوا هذه الروحية. لذلك عم بيحاولوا فعليا أن يطوقوا حركات المقاومة وخاصة في فلسطين وما حول فلسطين. وهذا حركات المقاومة اليوم وين؟ بأي محور؟ حركات المقاومة الفلسطينية الآن هي ما عم نحكي حزب الله. حركات المقاومة الآن أصيبت بخيبة أمل، أصيبت بمشكلة، أصيبت بخيبة أمل، بخيبة أمل خاصة بعد الانقلاب الذي حصل مؤخرا في مصر بعد 30 يونيو. بعد 30 يونيو لكن هي قلبت قبل 30 يونيو هي لم يعني تق... إذا هي... بدك قلبت يعني عند يعني خلينا عند نكون... أول مؤشر خلينا حرب نكون في سوريا. خلينا نكون صريحين، متى خرجت حركة حماس من سوريا؟ خرجت تتذكر خرجت بشكل جدي وفعلي، كانت تهيئ. المشكلة أين؟ قطر والولايات المتحدة وضعت في بعض العقول أنها تستطيع من خلال هذا الحراك السياسي الجديد أن تحصل للشعب الفلسطيني في المستقبل عند التمكن. هذه العبارة التي هلكت كل روحية المقاومة الفلسطينية، قصة التمكن. ولكن سيعود هذا العقل الفلسطيني، ليس أمامه سوى المقاومة، ليس أمامه إلا العودة إلى حضن المقاومة والفكر المقاوم، يعني في لبنان، في إيران، في سوريا حتى. يعني مثلا المطلب اللي طلبه كولين باول، راح خالد مشعل وجهاد الإسلامي لعند الرئيس بشار الأسد، قالوا له مطلوب منك أن تقفل هذه المكاتب، نحن نقفل هذه المكاتب ونحيد نفسنا في مكان آخر. لم يرضى، قال له هذه مسألة مبدأ، أنا ما قادر أقاتل إسرائيل لحالي بين الدول العربية، الجامعة العربية متوجهة للاعتراف بهذا الكيان، وبالتالي أنا ما بدي أعترف ولا قادر أقاتل، فلذلك أنا علي أن أدعم حركات المقاومة. وهذا ما قام به، لذلك هني ما اقتنعوا، قاموا راحوا يعني بحس ما هذا الحس العصبي الذي يسعى إليه الوهابي ويسعى إليه الأمريكي لإيجاد الشرخ داخل هذه الدول. سعوا إليه في العراق ونجحوا إلى حد بعيد، والآن من يقوم بهذه التفجيرات؟ من يقتل المدنيين؟ مسلم أو مسيحي أو إنساني يقوم بهذه التفجيرات؟ أنا باعتقادي هذا فش عائل على الإطلاق، هذا مثل قصة شعب الله المختار، فليمت الآخرون ونحن نعيش. وهني حتى انتحاريين يعني يذهبون إلى الجنة، يعني هذا العقل التكفيري الزفت. والآن يريدون أن يفعلوا نفس الشيء في سوريا، عدم استقرار، عدم يقين، أو عدم مقاومة، وبالتالي الذهاب وراء قطعان يأتي إليها القرار السياسي من الخارج وليفكروا ما يريدون، يذهبون إلى الجنة، يقومون بعمليات انتحارية، يقتلون الأبرياء. طب اليوم الصراع في يعني سوريا، يعني هون المشكلة أنه هذا ما يسمى كيماوي، هاي ذريعة فقط لإعادة طيب. قبل ما أوصل للكيماوي وإمكانية الضرب، يعني ما يجري اليوم في سوريا هو صراع بين محور الإيراني السوري والتكفيريين، وليس هناك من ثورة سورية انطلقت في درعا. ما في يعني ما كل اللي ماتوا 120,000 اللي ماتوا هو جميعهم هذا كفار، جميعهم من التكفيريين، لا 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 جميعهم لا 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 مش صحيح. هناك في كل نظام في العالم، يعني النظام الرأسمالي الذي يستغل مئات الملايين من البشر، و 3,000 مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية هن اللي بيستغلوا كل الثروات والباقي يأكل الفتات، كما في سوريا في فساد 300 مليون. لا 3,000 بيستغلوا 300 مليون. ويستغلون آخرون. وأيضا في سوريا هناك فساد، كان في فساد واعترف به الرئيس بشار الأسد. يعني بمصر ما كان في فساد أيام حسني مبارك اللي كان محمي من الأمريكيين ومحمي من الإسرائيليين ومن العرب، كان في فساد. أما الثورة الآن هل يعني هل استقرت هذه الثورة؟ خليني بس فقط أوكي، بس بدي أشوف ما يمكن. جميع اللي ماتوا هم من التكفيريين، ما مات شعب، لا يعني ما في ثورة، هيدا هو الكلام. لا هو في جانب من جوانب الإصلاح. هل هذا مثلا، خليني أقول، عادة الثورات تنطلق من أجل مسألتين، إما مسألة وطنية ضد استعمار أو احتلال أو نظام مستبد، أو من أجل قضايا اجتماعية بيكون الشعب جوعان. بكل باختصار النظام في سوريا الخدمات الاجتماعية لم تكن بأي نظام اجتماعي، ما كان جوعان. وفي القضية الوطنية اللي كانت موضوع الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب بفلسطين المحتل للجولان أيضا ما اعترف فيه، على الأقل هو لم يسير بأي اعتراف وساعد المقاومة. لذلك أنا باعتقادي هون برجع لهذه الشواهد التي والخنادق المحفورة من لبنان أو من غير لبنان
إلى سوريا كانت تدل على أنه كان هناك تحضير من أجل الوصول إلى جعل هذه الفتنة تسير بسوريا، ولذلك التركيز مش على المسألة الاجتماعية ولا على مسألة فلسطين، التركيز على شو؟ أنه هذا نظام علوي، يعني ما في تركيز على مسألة أنه والله النظام عم تحكي مذهبي. أنا فكرت بدك تقول التركيز على مبدأ سياسي، المبدأ تحت عنوان القمع والقمع الحريات. لا لا، القمع الحريات هذا موجود، هذا موجود في كل الأنظمة، هذا موجود في كل الأنظمة، قمع الحريات عظيم. بس أنت عم تقول استهداف النظام العلوي، هذا ما يوجه إليه الإعلام، استهداف نظام أقلوي. يعني اليوم الكلام انه اليوم المخطط جعل دويلات مذهبية علوية. خلينا نقول انه ما تريده الولايات المتحدة واسرائيل هو جعل الفتنة الداخلية بالعناصر الموجودة، مثلا في داخل فلسطين المحتلة بين الضفة والقطاع، بين منظمة التحرير والجهاد وحركة حماس، اثنين سنة، مش هيك؟ المسألة السياسية هي أداة الصراع، أداة الفتنة. خلينا بمصر بين العلمانيين والحركات القومية والمسيحيين ضد الإخوان المسلمين، هذه أداة فتنة، والجيش أيضا. في العراق بين السنة والشيعة والأكراد، طيب ما الأكراد هني سنة، طيب ليش هذا الصراع مع القاعدة ومع النصرة في سوريا؟ إذن يعني الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدم عناصر الفتنة كيفما وجدت. في سوريا التركيز على مسألة أنه هذا نظام علوي وبالتالي أقليات موجودة، بيقتلوا المسيحيين، بيقتلوا الشيعة، بيقتلوا النصيرين، ويقتلون السنة أكثر مما يقتلون من باقي الأقليات، ولكن عنوان الفتنة الذي يجب أن يبقى متأججا بذهن الأمريكي وبذهن الإسرائيلي في سوريا هو أن تكون هذه الأطراف تتقاتل من أجل سبب ما، السبب هو إما المذهبية وإما المناطقية، وإما أنه مثلا هلأ الأكراد بسوريا، الأكراد بسوريا ما ننصرنا، طيب ليش النصرة بتجي بتذبح 300 واحد منهم؟ أنه هاي المسألة يسكت عنها ويقال لأنه مسألة قومية وفي هناك اتفاق مع النظام وبالتالي بدهم حكم ذاتي، ويسكت عن المسألة الطائفية لأنها ما بتخدم غرض الفتنة. غرض الفتنة أنا باعتقادي هو المقصود منه مثل ما قلت إضعاف، قتل، عدم استقرار، عدم ثقة ببعضنا البعض. يعني مثلا بلبنان بفترة من الفترات استخدموا هلأ بقولوا شو حرب طائفية، بعدين هلأ يقال شو سنة وشيعة، والبعض يخرج بقصة سنة وشيعة. هو القرار مش هون، ليست المسألة لا مسيحي ومسلم ولا مسألة سني وشيعي، هي المسألة السياسية، من يحرك الأدوات التي تقوم بالتفجير أو بالدعاية أو بالإعلان أو مواقع التلفزيونية أو الكتابات أو كل هذه الاتجاهات هو من أجل وقود الفتنة وصب الزيت على النار. وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، في تهديد بضربة عسكرية أمريكية، لكن قبل كان في استخدام للكيماوي. إذا كان النظام أم المعارضة ما رح نناقش فيها، إذا لكن استخدام هذا النوع من الأسلحة أدخل الصراع في سوريا مرحلة جديدة، وأين سينتهي برأيك؟ أنا باعتقادي مثل ما تفضلت هاي ذريعة، وبالتالي البعض يقول إنه المعارضة، لأنه أصلاً انطلقت هذه الصواريخ من أمكن تسيطر عليها المعارضة، وكان هناك تقدم للجيش السوري باتجاه هذه المنطقة وأرادوا إيقافه، فبالتالي يراد أن يرتكب شيء أو يحصل شيء، مع أنه ارتكب مجازر في خان العسل وفي غيرها من الأماكن، وكان هناك يعني يبدو شيء من السيرين. بارح كاميرون قال أمام مجلس العموم أنه النظام استخدم 14 مرة هذا النوع من السلاح، والروس بيقولوا قدموا تقرير إلى الأمم المتحدة أنه المعارضة عبر تركيا أوصلت، يعني في استخدام برانيل لهذا النوع من الأسلحة، في استخدام ويتطلب تدخلا ما. بغض النظر، هو الموضوع لو كان يتطلب تدخل كان صار في تدخل من السابق، لا يراد تدخل بالمعنى العسكري، يعني أمريكا مش مستعدة تتورط بسوريا، الروس مش مستعدين يتورطوا، وأيضا العرب بشكل مباشر عليهم أن يدفعوا بما يسمى الجهاديين أو التكفيريين من كل المناطق، إن كان من اليمن وهذا ثابت، من الشيشان، من تونس، من الجزائر، من العراق، من كل مكان للذهاب، حتى من السجون السعودية يقال أنه يعني
أطلقوا سراح، أطلقوا سراح أكثر من 2000 سجين في سجون سعودية ليذهبوا إلى سوريا للمقابلة. يعني اللي عم يسمع يعني هذا الكلام وكلام قبل بس بهيدي النقطة، استخدام هؤلاء المسلحين من المناطق السنية يعني يقابله استخدام أيضا، يعني وكأن هناك مثل حرب طائفية بين طائفتين، يعني في استخدام للشيعة من العراق واليمن والبحرين إضافة إلى لبنان، واستخدام سنة يعني تشويه. عفوا على التعبيرين، هيدي الصورة يعني عم تتركب للوقع. خليني أوضح المسألة. هؤلاء التكفيريين مش بس عم بيقاتلوا بسوريا، بيقاتلوا بالعراق، بيقاتلوا باليمن، بيقاتلوا بتونس، حتى بمصر يرسلون البعض منهم حتى بمصر الآن بسيناء شو عم بيصير كمان نفس الشيء، وهم مهيئون للمستقبل. يعني أنت يعني جاهزين، يعني وين في كوترا شغل بيمشوا تماما راح تشوف بالمستقبل أنه كيف راح يستخدموهم من يعني من أجل جعل فتنة ما بمصر لتتحول ربما هذا التفكير الأمريكي الذي يريد من خلال الفوضى الهدامة لكي يعيد تشكيل المنطقة يريد لها أن تتهدم، وبالتالي هذه معناتها هكذا، وبالتالي تفسر أنه جعل الفتن تسود. بس يؤتون بهم لأن النظام في سوريا، خلينا نرجع للأول اللي حكينا فيه، لأن النظام بسوريا استطاع أن يؤمن المساعدات المطلوبة. يعني أكثر من مرة ذكر سمعت السيد أنه حول مسألة الأسلحة السورية وإمرار الأسلحة إلى المقاومة بال2006، يعني المقاومة استطاعت أن تدمر الهيكل النفسي، البناء النفسي للجيش الإسرائيلي، ما استطاعت أن تدمر الدولة صحيح، بس ولكن هذه مقدمة لأن تشعر هذه الدولة دائما بخطر وجودي عبر المقاومة الذي قدم. بالتالي هذا الشرط الأمريكي للصفع عن النظام السوري أنه يا أخي وقفنا هاي الأسلحة. ولحد الآن إذا السوري يقدم للإسرائيلي أو للأمريكي وقف أسلحة أو تعهد بهذا الأمر، هن طلبوا منه حتى بأثناء هاي الحرب، وإجا 3 موفدين من قطر من السعودية ومن الأمريكان وقالوا له يا خي هلأ وقف، منوقف لك كل شيء، وقف الأسلحة عن حزب الله ومنوقف كل شيء. إسرائيل إذا بتلاحظ بملاحظاتها أنه يجب أن لا تصل الأسلحة إلى حزب الله. إذا هم ماذا يريد هذا العربي المشارك بالفتنة بسوريا من الخليج أو من غيره، هذا المشارك أو الولايات المتحدة أو إسرائيل، ماذا تريد من النظام السوري؟ ماذا تريد من كان حزب الله زعيما عربيا؟ صح، يعني أنه كلا واجه إسرائيل، هذا ما يريدونه، ما هذا هي الحقيقة. طيب هاي بس حضرتك أستاذ محسن معلش عم تخفف من حجم الثورة أو من حجم ما قيل جيش السوري الحر في ثورة طلعت في ناس كانوا يعملوا متظاهرات، يعني 3/4 الجيش السوري أو نص الجيش السوري انقلب وصار بالمقلب الآخر. تقارير أمريكية عزيزي 2% فقط، يعني مصطفى طيب هودي شو هودي تحولوا نصرة أو كانوا نصرة؟ لا لا يعني ما في حجم من الضباط السوريين أوكي، بس نسبتهم تدل على امتعاض. يعني هلأ امتعاض من؟ امتعاض من طريقة تعامل يمكن ربما بعض ضباطهم، طريقة امتحان غرر بهم بالخروج من النظام السوري أو دفع لهم. يعني بعض الضباط يقال أنه يعني $50,000 أيام قطر، $50,000. طيب إذا كانت مجموعات أستاذ محسن بس مجموعات قليل. إذا كانت مجموعات تكفيرية هي التي تحارب النظام ككل، كان لازم تكون خلصت الأزمة. لا يعني لازم لا. يكون نظام كثير ضعيف إذا هالقد بعده مستمر. لا لا طيب. النظام كثير قوي لقدر يستمر. 150,000 عديل عزيز. يعني مش عم بفهمها أنا. انت عم اوكي في جبهة نصرة 150 120 لكن 100. في شعب لا. اي صحيح في شعب بكل دول العالم الثالث، هناك فساد وهناك استغلال للسلطة وهناك إساءة استخدام للسلطة، والإصلاح هل يأتي عبر هؤلاء التكفيريين؟ الإصلاح هل يأتي عبر هؤلاء الذين يقتلون الناس بدون أي مبرر ولا يعرفونه؟ يعني تعبير الإصلاح يعني يأتي عزيزي يأتي من اليمن ويريد أن يقاتل الجيش السوري. يعني هو اللي عانى مطرح الشعب السوري، هو الذي تلقى الفساد مثل الشعب السوري. طيب ما الشعب السوري يجب أن يقاتل. الشعب السوري عزيزي الشعب السوري وين؟ بعد عندي ديتين قبل ما أروح على البريك. الشعب السوري مهجر من قبل التركي، ومهجر من قبل الأردني، ومهجر من قبل القطري، ومهجر من كل الذين وقفوا ضد النظام من أجل أن يفعلوا بسوريا ما فعلوا في العراق.
تدمير البنى الأساسية يعني للدولة. يعني بطل في شعب سوريا في الوقت الراهن، صاروا في لبنان، أردن، تركيا، لا في هجرات محلية امبارح حكى عنها أحمد الجربة رئيس الائتلاف، وقال إنه في هجرات بتركيا وبالأردن وبلبنان وبغيرها، وفي هجرات داخلية يعني معظمهم يذهب إلى الريف. الدليل على إنه المسألة مش مسألة يعني إصلاح وثورة، هو إنه معظم الذين يعني قاموا بهجرة داخلية هن في المناطق التي يسيطر عليها النظام. هذا دليل على إنه نسبة الذين يريدون الخروج هن كانوا إما على حدود لبنان، إما على حدود تركيا، إما مشجعين عندهم أولاد عم بيقاتلوا مع ما يسمى المعارضة، أو إنه هن فكروا إنه بالخارج. يعني قديش يعني امبارح أنا عم بقرأ تقرير للشؤون الاجتماعية بتقول إنه بفوت 12,000 بيرجع 7,000. يعني نسبة العودة وزير الخارجية عم بيقول مليونين. إيه امبارح وزارة الشؤون عم تقول في 800,000 ربما يصيروا. يعني هون للأسف احنا ما عندنا إحصاء، فيش إحصاءات وفيش أرقام. خليني أتوقف مع بريك لو سمحت أستاذ محسن، ونعود لمتابعة الحلقة. مشاهدينا الكرام، بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدين الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي الباحث في الشؤون الإقليمية الأستاذ محسن صالح. أستاذ محسن، قبل ما أروح يعني كان عندك بعد فكرة على الآن الزعيم. طيب عم تسألني يعني أنه مصر أنت أنه ما في إصلاح ما في ثورة. أنا ما قلت هل ثورة يكون أقول أنه ما عدنا سمحنا بمبدأ الإصلاح في الآونة الأخيرة. أوكي. هل ثورة يقودها واحد من صناعة سعودية؟ امبارح أحمد الجربة اعترف أنه هو من صناعة سعودية، واحد تاني من صناعة فرنسية برهان غليون، واحد تالت من صناعة قطرية ما بعرف شو اسمه اللي كان رئيس الائتلاف هذا. فالمهم في معارضين يا أستاذ محسن، في معارضين سوريين أبضيات عايشوا بالسجون الإسرائيلية وتكبدوا وماتوا. يعني حرام يعني نروح لهم تعبهم ودمهم. هيك هيثم مناع مش معارض؟ هيثم مناع مش معارض؟ قبل أن يصبح، اقرأ كتابات ميشيل كيلو قبل أن ينضم إلى الائتلاف وبعد أن انضم إلى الائتلاف والرضا، اقرأ شو بيحكي عن المعارضة. رياض الأسعد هذا ما قائد ما يسمى جيش سوري الحر، صحيح؟ رياض الأسعد شو قال؟ أسوأ معارضة في التاريخ الأمم تخجل بها الشعب السوري. بغض النظر إذا كانوا متفقين أو لا، لأنها لا تعبر، لأنها من صناعة خارجية لا تعبر عن طموحات وآمال الشعب السوري. وصلنا إلى الراهن، بقراءتك متى الضربة؟ هل ستتم الضربة؟ وما تداعيات هذه الضربة؟ منبلش بالتوقيت. بالتوقيت واضح أنه يعني الكلام يتم الحديث عن أخذ موافقة من مجلس الأمن أو قرار دولي، وهذا يعني هذا مستبعد وشبه مستحيل. الأمر الآخر أنه أنا باعتقادي نفست، كان المطلوب منها وقف اندفاعات الجيش السوري باتجاه تحرير الغوطة وطرد المعارضة، وبالتالي تصبح الشام والغوطات جميعا تصبح تحت يد النظام ويستقر الوضع، وبالتالي ينتقل بعد إنهاء حالة حمص ينتقل إلى منطقة حلب، وتصبح المعارضة يعني روي عن بندر أنه جمع أركان المعارضة وقال لهم أنه يجب محاصرة الشام وضرب القصر الرئاسي وما إلى هنالك. على كل حال فشلوا. نتيجة لهذا الفشل كمان تقرير آخر من أوروبا يتحدث عن أن السعودية تحدثت مع أمريكا ومع فرنسا أنه تتخذ أي ذريعة، ولذلك أنا ما بستبعد أنه هذه مسألة غاز السارين أو شيل لكب وبالتالي نعمل مجزرة وتهويل. البعض يتحدث عن 1,000 قتيل والبعض الآخر يتحدث عن 300، فرق كبير ما بين المقصود هو التهويل. الإتيان بخمس مدمرات أمريكية إلى المتوسط هذا بدل على أنه يعني في هناك تكبير للقضية لوقف اندفاعات الجيش السوري من أجل إعادة التوازن. وامبارح كمان
الجربة وغيرهم والتصريحات الفرنسية والتصريحات البريطانية، هو ليس مقصودا ضرب النظام عظيم وليس مقصودا باراك أوباما لا 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 هذه الضربة لا تستهدف النظام ولا تستهدف إنهاء القضية، مش مسموح يعني، لأنه روسيا روسيا وإيران والصين يعني هذا المحور لم يعد يعني ضعيفا، صار استطاعته أن يشارك في القرار الدولي. المندوب الأمم المتحدة والمندوب الأوروبي فيلتمن زار إيران وكان في هيك موضوع تفاؤل، تحدث عن تماماً اتفاق جنيف، يعني أيوة. أنت شوف المقاربة وين بدأت أيوة. لاحظ أنت أنه بالوقت اللي كان عم بتم إرسال هذه المدمرات إلى البحر المتوسط كان فيلتمن عم بيقول شو أنا متفائل بجنيف 8، جنيف 8 بين مين ومين؟ بين النظام وبين المعارضة. المعارضة عظيم المعارضة طبعا بشكلها الذي يريد، يعني وقت اللي قاله هولند لجربة مبارح واضح كان الحوار بيناتهم أنه وقت اللي تصيروا أنتوا قادرين أنه تشكلوا بديل عن النظام منفكر بمسألة تغيير التوازن وما إلى ذلك. يعني للآن طيب. الأوروبي خلال سنتين ونص لم يستطع أن يشكل بدائل رغم أنه كان في معارضة قبل ما يسمى، يعني الغرب ككل لا يريد إسقاط النظام، الغرب ككل يريد إفشال النظام كما يريد إفشال نظام في مصر والعراق وتونس والجزائر والمغرب، لا يريد في هذه المنطقة دولة، يريد فوضى، يريد ناس تقتل بعضها بعضا حتى تستنجد بالأمريكي والإسرائيلي والأوروبي أن نرجعوا إما استعمرونا وإما انتدبوا علينا ويهيئوا الأنفس والثقافة كي لا تكون قادرة على حمل مثلا تركيا أو إيران أو روسيا أو الصين أو غيرها، البديل يجب أن يكون أمريكيا غربيا إسرائيليا، وهذا ما لن يحصل طبعا. طيب. ومن هنا المقاومة في لبنان، هون بدك تفوت على مسألة المقاومة في لبنان ومسألة الملف السوري. الاستهداف الأساسي تغيير خريطة الشرق الأوسط، تغيير اتفاق سايكس بيكو، ربما تحويل المنطقة إلى دويلات مذهبية عرقية أكثر من طائفية. ذلك أنا باعتقاد الذين يتحدثون عن التقسيم يريدون ليس فقط دويلات، يريدون مجموعات قبلية. بال2005 طلعت كونداليزا رايس من اجتماع لمجلس الأمن القومي قالت أن العرب قبائل ويجب أن نعيدهم قبائل، هذا الكلام بالحرف الواحد. يعني في شيء تحاول الإدارة الأمريكية أن تفعله هو ضرب كل مقومات الثقافة الجامعة ما بين الشعوب. يعني مثلا أنا كنت عم بحكي مع السائق أنه جاي أنه يا أخي شو المشكلة بمجتمعنا اللبناني مثلا بين المسلمين والمسيحيين حول مسألة النظام والإصلاح وما إلى هنالك، يعني يكون في عدالة شوي، وباقي هذا الخلاف الذي حصل من سنة 75 للآن أنا باعتقادي كل الشهداء برمتهم عدا عن صراع مع إسرائيل، كل الشهداء بدون معنى. المقاومة الحقيقية هي يمكن أن تكون ضد عدو حقيقي، العدو الحقيقي عندما نشخص عندما كل الشهداء ما لهم معنى. لا مش الشهداء شو يعني؟ لحظة شوي يعني مثلا بالحرب الطائفية لمدة سنتين كان في السوري كان في الفلسطيني كان في الإسرائيلي هودي ما كانوا في فترة ما أعداء لبعض اللبنانيين أعداء لكل اللبنانيين. لا كانت حرب خارجية بعناصر خارجية مهما كان، مثل هلا الموضوع السوري هلا كان في احتلال لبنان كان طيب. ما بدي ارجع انا وياك لقضية الشهداء لان في اشكالية كثير كبيرة طيب. عليها في اشكالية كبيرة خلينا نحكي عن الامور اذا بتقطع ماشي. بعد الضربة في حال صارت الضربة بسوريا شو بده يكون الرد؟ اعتبر افتراضا صارت ضربة، الرد ماذا سيكون؟ حسب حجم الضربة سيكون الرد وربما أكثر. أنا باعتقادي إذا كانت الضربة يعني تضرب بنى أساسية في النظام سيكون الرد أكثر زلزلة من شو يعني ما هو الرد الأكثر زلزلة؟ بارح يعني إذا انتبهت التصريحات الإيرانية لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقول الضربة سيكون الرد عليها بصاروخ سوري على إسرائيل. على إسرائيل سوري ليس إيرانيا وليس من حزب الله سوري، يعني
يعني ليش ليش الاستقلاليه بالرد؟ طيب انا يعني كمان انا بدي اسال سؤال بمعنى الجواب. تفضل. هل شي يوم من الايام شفنا المقاومه الاسلاميه في لبنان لا ترد على اعتداءات اسرائيليه تطال مثلا كينونه المقاومه؟ في اللبونة أمس حصل شيء عظيم. قبلها جرافي كانت تسعى إلى اختراق الحدود، يعني هناك ضربات. يتوقع رد حزب الله بالصواريخ على إسرائيل؟ لك عزيزي بالقراءة حزب الله إيه يعني ممكن يكون عندك معطيات. لا أنا ما عندي وبالقراءة. أنا بقول لك ما عندي. أنا محلل سياسي. السؤال الأساسي أنا يعني إنه رد حزب الله ومستوى الرد، هذه مسألة حزب الله يجاوب عنها بالمعنى المباشر العسكري، وليس يعني أنا بقول وليس لأحد الحق أو لديه معلومات ليتحدث عنها. حتى يعني إذا بدك حزب الله يعني بعض قيادات بحزب الله لا يستطيع، إلا بعض الصحفيين بيعتبرون الناطقين باسم حزب الله بيعمل هيك شو بيعمل مقاربات شو بيعمل يعني. ما بيعمل، ما عنده معلومات. عم نحكي مقاربات، عم نحكي عنها. غلط أن يكون لديه معلومات، لأنه يعني هذه المعلومات بالمتابعة لا يعني بالمتابعة أستاذ محسن. ما ممكن يدعي إنه بالمتابعة عنده يعني ممكن حزب الله أو أي ضربة إذا كانت سريعة أو ضربة طويلة المدى، هل يمكن لحزب الله أن يرد على إسرائيل؟ عم أقول لك حسب مستوى الضربة وحسب إذا كان هذا بشكل خطر على المقاومة أو على موازين القوى داخل سوريا. ألا إذا كانوا الأمريكان بكبرهم التكنولوجي والتقني وأيضا الأدوات اللي بيستخدموها قديش هي متطورة من صواريخ وما إلى هنالك، ذاهبين إلى سوريا من أجل إعادة التوازن. طبعا رؤية حزب الله غير ذلك. رؤية حزب الله أنا باعتقادي من الناحية السياسية يريد أن ينتصر النظام. تيار أو محور قوى المقاومة والممانعة. هذا الأمر الطبيعي. ما حدا بيقبل أنه يجي الأمريكي ويهزمه أو يجي الإسرائيلي ويهزمه. هذا بيكون شيء غير منطقي. طيب هون بهيدي النقطة لو سمحت أستاذ محسن، حزب الله اليوم بعد القصير، بعد الشام، بعد حمص، ومبارح عم بيقول إذا كانوا 5000 رح يصيروا 10 و10 20. إلى أي مدى حزب الله يستطيع أن يبقى في سوريا في حال طال أمد المعركة؟ والكلام الأمريكي وحضرتك كنت عم تبني على هذا الأساس أنه ربما تطول الأزمة، هذه الضربة لن تنهي الأزمة باعتراف الجميع. صحيح. والأزمة ستطول. إلى أي مدى حزب الله يستطيع أن يبقى في سوريا؟ حزب الله لم يكن، أنا تحليل أيضا من خلال سماع لخطاب سمعت السيد، لم يكن يرغب أصلا بالتدخل بسوريا لو لم يكن الخطر بالأصل على بعض والتهديدات. يعني من بداية ما يسمى معارضة أو ثورة اللي بدك إياه سميها، كانت تهديدات أنه نحن سنقيم علاقات مع إسرائيل، أحذر يا حزب الله آتونا إلى لبنان لقتل حزب الله. وامبارح أحمد الجرب عم بيقول نحن بدنا نقتل حزب الله، سنرسلهم جثث وتوابيت. بس إلى آخره. إلى أي مدى حزب الله قادر أن يبقى في سوريا؟ حزب الله هو أصلاً موجود في سوريا عبر من يفكر في المقاومة ودعم المقاومة، النظام عظيم أو الجيش أو القوى جيش الدفاع. بشرياً الشعب اللبناني إلى أي مدى التابع لحزب من كادر حزب الله إلى أي مدى مستعد حتى الآن تقديم الشهداء في سوريا؟ إلى أي مدى؟ كما حصل عام 2000. مش عم تجاوبني. لا شو مش عم جاوبك، عم قول حزب الله قادر أن يبقى في مجال المعركة للدفاع عن وجوده وعن أهله قد ما بقي على الأقل عام 2006 شهر. يعني بي بي يعني 2006 بهذا شهر بهذا المستوى عظيم. لا 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 شهر بغض شهر بمعارك متواصلة عظيم. وبطيران في متواصل في معركة متواصلة بالقصير أخذ الجمعتين، في معارك متواصلة مش عم توصلنا مظبوط، يعني في معارك طاحنة. يعني إذا كنت عم هون عم تحارب إسرائيلي هونيك عم تحاول المحور، إذا كانت المقاربة تبعولك هي المنطقية أو الواقعية، في معركة طاحنة. هل يستطيع حزب الله أن يبقى أمدا بعيدا في سوريا يقاتل كيف يعني يستنزف؟ لا حزب الله أصلا يعني أول شيء موضوع المقاومة شيء، وموضوع التدخل بسوريا من ناحية البشرية أتصور أنه شيء آخر. كيف
يعني أنا تصور الشخصي أنه موضوع المقاومة في الجنوب بهيكلياتها وقوتها لا يمكن أن تتأثر بالتدخل بسوريا، لا يمكن أن تتأثر. يعني إذا العدو الإسرائيلي فكر بلحظة من اللحظات أن يدخل إلى لبنان سيجد نفس المقاومة على الأقل بال2006. يعني يستطيع حزب الله يعني فتح أكثر من جبهة؟ لا، مش هو أصلا لا فتح جبهة بسوريا ولا فتح جبهة بالجنوب. هو يدافع عن لبنان عظيم، ويدافع عن الشعب اللبناني عظيم، أن يكون في جبهتين أو أكثر بالوقت ذاته. لا، الهم هذا السؤال يعني بتصور أنه كثير تقني، له علاقة بتوزيع القوى يعني من الناحية العسكرية عند حزب الله. بس أنا بجاوبك عن أنه حزب الله، ما هي قراءتي لتفكير حزب الله تجاه موضوع دفاع عن المقاومة في سوريا وفي الجنوب يعني بحدود فلسطين المحتلة. حزب الله مستعد للاستمرار بهذا الأمر لسبب بسيط، أنه كل هذه البيئة الحاضنة للمقاومة لم ترى يوماً إلا الدفاع عنها وعن وجودها من خلال المقاومة. المقاومة صارت أصل وجودها وأصل وجود لبنان إذا بدك حقيقة، وأصل وجود النظام في سوريا ومقاومة سوريا لكل هذا العدوان. أنا باعتقادي حتى من الناحية النفسية لم يكن يستطيع النظام السوري الاستمرار بهذه الحرب لو لم يكن لديه هذه العقيدة وهذه العقلية التي يتمتع بها. بالنقطة الأخيرة بعد عندي تسعة آية لبنانية محض عن مسألة أعداد عظيم. هون وهونيك هذه ما بيحكي. حزب الله قال مؤخرا أنه إعلان بعبدة بات حبرا على ورق اليوم بعد التفجيرات، يعني عم تطلع اليوم كان صرخة. في اجتماع بين الرئيس رئيس سليمان ورئيس محمد الوفاء المقاوم. أوكي، يعني سيعيد حزب الله حساباته سيعود إلى الالتزام بإعلان بعبدة. امبارح رئيس الجمهورية ذكر أنه هذا ترجمة لميثاق العيش المشترك، ميثاق 43، اتفاق الطائف، مبدأ الحياد، هو يعني من هوية لبنان. بسألك سؤال استاذنا، بدك تسألني سؤال ما بعرف جاوبك. أنا بدي أسألك سؤال، هجمة 5 شباط على الأشرفية كانت شو؟ أو هجمة بعض الناس على بعض الضياع الموجودة على الحدود السورية شو؟ مسألة النائي بالنفس، أنت تنأى بنفسك عندما ينأى الخطر عنك إذا نأيت بنفسك. لذلك مسألة النائي بالنفس هي نسبية. يعني انت مثلا رايح على مكان او بتعيش بمكان التفجير رح يوقع حدك او انه سيكون هناك معركة حدك، بدك تاخذ كل الاجراءات المناسبة للدفاع عن نفسك. لبنان لا يستطيع، لبنان لا يستطيع لا النائي بنفسه عن الموضوع الفلسطيني ولا النائي بنفسه عن الموضوع السوري، لانه عايش على حدود هاتين البلدين او القرية او الدولتين. طيب صار في تفجيرات يا استاذ محسن بالضاحية الجنوبية يعني وفي طرابلس، وفي طرابلس أي. من يقوم يعني بهذه التفجيرات لنفس السبب اللي قلت لك عنه، انه الولايات المتحدة واتباعها في المنطقة يريدون فوضى ويريدون اشعال العقل الطائفي او العقل المذهبي لابعاد القضايا السياسية الرئيسية عن عقل الناس، هذا ما يريدونه. طيب. وبعض السياسيين حتى في لبنان داخلين بهاي المسألة لانه ما عم ينظروا للوطن. لبنان بمسلميه ومسيحيه وكذا كلهم ليس منئيا عنهم بالنسبة للموضوع. طيب. السوري بالتحقيقات المتعلقة كمان بالتفجيرات، حزب الله يقول اليد واحدة. امبارح عم نقرأ بالصحف صحيح؟ اليوم انه الغريب ومن شيخين عزيزي شوف بعد شوف. بعد بعد اربع سنين اليوم بعد اربع سنين اليوم انا كنت عم بسمع شيء انه بعد اربع يعني سنين تماما كانوا الضباط الاربعه اعتقلوا بلا ذنب بلا دليل بلا شاهد بلا اي شيء، اعتقلوا لمده 4 سنوات وانحطوا بالسجن. طيب. وبالتالي ما كان اليوم في فرع المعلومات piece of evidence. طيب ما في. اوكي اليوم هلا نفس اليوم الشيء التحقيقات. بالنسبه لمن ارى غريب ثاني يوم ما اعتقل غريب، ثاني يوم وزير الداخليه قال لم يثبت ان للشيخ غريب او لاحمد الغريب. طيب. اي علاقه بالتفجير. القاضي صقر صقر اصدر مذكره توقيف بحقه، هو ذاته اللي اصدر مذكره توقيف بحق الضباط يعني الاربعه. يعني لا ثقة بالأجهزة الأمنية، لا ثقة بالقضاء اللبناني. أنا هذه مسألة لأنه يطالون النظام السياسي. السوري أنا عم حل سياسي. أنا وياك بالسياسة. أنا بدي أقول أنه هذا العقل إذا بقي بلبنان
هو مش نائب النفس. من هون الحمله هو على إغراق في الفتنة. الذي يقوم باعتقال شخص دون أي إثبات على اعتقاله، أو من يدافع عن هذه الفئات التكفيرية في سوريا أو عن السياسات الأمريكية أو الإسرائيلية التي تعيد فسادها في هذه المنطقة كان بسوريا أو بالعراق، لم نرى منها جميلا. طيب. بالعكس من ذلك. طيب. نحن من أنفسنا نستطيع أن نصل إلى نتائج خير على اللبنانيين كافة، يعني النتائج التي نريدها. استاذ محسن خليني بس اعطيني يعني مثل، اعطيني بس لحظه انا بعطيك قضية السماحة. انا بعطيك قيمه القيمه على القضاء اللبناني وعلى الفرع المعلومات. ليش اعيد فيعني حيد الموضوع حتى محامي الوزير السابق ميشيل سماحة قال انه لم يرتكب يعني ما كان يعني الجريمة المتهم بها ما أدت إلى سفك دماء. هناك اعتراف واضح بأنه ميشيل سماحة كان ينقل أسلحة وهناك مخطط معين. قامت الأيام على القضاء وعلى فرع المعلومات. اليوم وكأن السيناريو يعيد ذاته. لا لا اليوم لا يعني في حمل كتير كبير على فرع المعلومات يا عزيزي. واليوم عم بقرأ بالديار أنه في تنسيق كتير كبير بين فرع المعلومات وأمن حزب الله. عزيزي أي أنا قريتها امبارح هاي. أنا باعتقادي أنه إذا أنت يمكن ربما يكون لديهم دليل ما أو اعتراف ما من الوزير سماحة، وأنا يعني أتمنى أنه كل لبناني يطلع بريء من أنه يكون في دم لبناني على إيده. هؤلاء الشيخين هن باعتقادي، خاصة أنا سمعت للشيخ هاشم منقرة، أنا بعتقد أنه هو لا يمكن أن يكون داخل بهيك موضوع، وخاصة أنه أطفال وناس وطالعين من المسجد وكذا، ولا يمكن أن يكون لأحد فيه ذرة شعور أن يقوم بهذا الأمر. لذلك من يقوم بإشعال الفتنة في العراق ومن يقوم فيها بسوريا ومن قام بتفجيرات الرويس وطرابلس هو واحد وليس الشيخ هاشم منقرة. لا ما ممكن، لأنه أنا بقول لك يعني مثلا بالسياسة لأنه كتب معلومات وليس بعض الأطراف اللبنانية مثلا تريد دائما وتصر مثلا على إبقاء التدخل السعودي بالسياسة اللبنانية لجعل الفرقة بيناتنا. وما بنقدر نحفظ، بنحكي بالنائب النفس، طيب عال جيد أنا مع النائب النفس، بس إذا النائب النفس مثلا هولي اللي بيهددوا المقاومة وحزب الله وبيهددوا المسيحيين والمسلمين بكافة مدارسهم وبكافة مذاهبهم، برأيك سيعود الالتزام بإعلان بعبد حزب الله؟ أنا برأيي موضوع المقاومة يجب أن لا نتخلى عنه كلبنانيين وكعرب وكأحراف عظيم. العالم بس عندنا سياسة نائب النفس، سياسة النائب أو الحياد سياسة النائب النفس. هل مثلا بعد 82 إسرائيل إجت طهرت أو شالت منظمة التحرير وخرجت من لبنان؟ خليني أتوقف مع أسرار اليوم لو سمحت. السر من صحيفة النهار يقول نائب في تيار المستقبل، بيعجبك هذا السر، أن حزب الله تذرع بعجل الدولة عن مواجهة إسرائيل يتسلح ويتذرع حاليا بعجلها ليعتمد الأمن الذاتي في مناطق سيطرته. ما سألت عن الأمن الذاتي يا حي، جبت لك إياها أمن الذاتي. قصة النائب النفس وين وصلنا؟ قصة النائب النفس أو قصة الأمن الذاتي، نحن لا نتحدث عن أمن ذاتي. الدولة موجودة في الضاحية وفي الرويس وفي غيرها من الأماكن، لكن في أمن وعلى ذاتي مداخل الضاحية حتى ليس هناك يعني أمن ذاتي. يعني تاني نهار يعني كان في عجقة وكان في مسلحين تابعين لحزب الله مثل ما قرينا وشفنا. أنا بسألك بالتلفزيون. أنا بسألك اليوم سؤال. على فكرة اليوم في موقفين سيارة دبلوماسية حكي سعودي، إنه يعني في بيان سعودي. لحظة شو هذا البيان بعد عندي أو مسألة كلمة ذريعة الأمن الذاتي هو لذر الرماد في العيون. ليس هناك أمن ذاتي لحزب الله. حزب الله قال للدولة اللبنانية أن تدخل إلى الضاحية وإلى كل الأماكن، كان بالجنوب أو إن كان بالباء أو إن كان بالضاحية بالقضايا المدنية. قضية المقاومة هي جيش وشعب ومقاومة. عند هذه النقطة هذه الثلاثية هي سر حياة لبنان. وهناك إشكالية على هذه هذا سر حياة لبنان. في الشؤون الإقليمية الأستاذ محسن صالح، أنا بشرك وأهلا وسهلا أهلا فيك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.